بنفس الدكتور اسماعيل خضر اخصائي في امراض الشيخوخه. اليوم باش نحكيو على موضوع كبار السن من عده جوانب، وذلك بمناسبه الاحتفال السنوي باليوم العالمي لكبار السن، لا جورني انترناسيونال ديزاني، الموافق ل 1 اكتوبر من كل سنه، والذي اقرته الجمعيه العامه للامم المتحده بدايه من اكتوبر 91. شعار هذه السنه بارتنير بور ان ميو فيفر، شركاء لحياه افضل. ولنا عودة بعد حين لتفسير هذا الشعار. المتأمل في تطور التركيبة العمرية للسكان بتونس يدرك جيدا أن بلادنا كغيرها من بقية بلدان العالم السائرة في طريق التقدم تشهد تحولا ديموغرافيا هاما، ستكون نتيجته الحتمية الزيادة في عدد ونسبة المسنين بالنسبة للعدد الجملي للسكان. كما تتميز هذه النقلة الديموغرافية لا ترانزيسيون ديموغرافيك بتراجع كبير في نسبة الولادات ونسبة الوفيات، وخاصة عند الأطفال، وارتفاع لمعدل متوقع الحياة عند الولادة اسبيرونس دو في على نيسونس. أن ارتفاع عدد المسنين له انعكاسات هامة في المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية. أولا صحيا، تتميز حالة المسن عادة بظهور أمراض مزمنة وخاصة المرتبطة بالتقدم في السن، كحالات الخرف للديمونس لا مالادي دالزايمر، السقوط المستمر واضطرابات المشي للشوت بتروب دلامارش، مشاكل نقص السمع والرؤيه، ضعف العظام وتعرضها للكسر بسهوله، امراض السكري، امراض ارتفاع ضغط الدم، اختلال دقات القلب، الجلطه الدماغيه، امراض الروماتيزم والامراض السرطانيه. وكنتيجه لذلك نلاحظ تزايد في طلبات وتكاليف العلاج. اضافه لذلك ودائما في المجال الصحي لدى المسنين، فالعناية الصحية لكبار السن تتميز ببعض الخصائص بالمقارنة مع الشباب والكهول. في جميع مراحل التشخيص المرض وعلاج على حد سواء، ناخذ بعض الأمثلة. أولا، المسن الذي يعاني مثلا من اضطراب في الذاكرة أو نقص في السمع يكون استجوابه عادة صعبا جدا. اثنين، كما تعترضنا بعض الصعوبات السريرية أيضا عند فحص المسن الذي يعاني من مخلفات لأمراض الأعصاب والروماتيزم مثلا. ثلاثة، إضافة لذلك أن تشخيص المرض لدى المسن يتميز بصعوبات أخرى من جراء تغيير أو نقص أو عدم وجود علامات سريرية تسهل عملية التشخيص. أربعة، يعاني المسن في أغلب الأحيان من عدة أمراض مزمنة أو حادة في نفس الوقت، وذلك يؤدي حتما إلى استعمال عدة أدوية باستشارة عدة أطباء، لا بولي ميديكاسيون، بدون تنسيق بين الأطباء أو بدون استشارة الطبيب، سي لوتو ميديكاسيون. وذلك مما ينجمعه مباشرة الارتفاع الكبير في مصاريف العلاج، وغير مباشرة إلى عدم تناول المسن الدواء بطريقة سليمة وبروز أمراض ثانوية نتيجة تداخل مفاعيل هذه الأدوية الكثيرة السوني باثولوجي ياتروجين. خمسة، الوصفة التي تقدم للمسن بعد الفحص وتقييم شامل لحالته الصحية والنفسية والاجتماعية ودرجة استقلاليته تتجاوز الوصفة الطبية العادية، كما هو الشأن بالنسبة للمرضى الآخرين، وإنما تحتوي على مشروع تدخل كامل صحي ونفسي واجتماعي غايته الأساسية علاوة على تقديم الدواء للوضعية الصحية، المحافظة على استقلالية المسن في شؤونه اليومية وضمان رفاهته وراحته النفسية. اثنين، اجتماعيا، تتميز الشيخوخة بحدوث بعض الإعاقات وعدم استقلالية المسن في شؤونه اليومية. C'est le phénomène de la dépendance, que ce soit partielle ou totale. وبالتالي تهميشه داخل المجتمع. أما في المجال الاقتصادي فتقاعد المسن وخروجه من دورة الإنتاج ومن الدورة الاقتصادية وعدم استقلالية بعض كبار السن اقتصاديا وماديا يزيد في تهميش هذه الشريحة من المجتمع، بما في ذلك من تأثير بالغ الأهمية. أمام هذه التحديات الصحية والاجتماعية المنجرة عن ارتفاع عدد كبار السن، وجب ترشيد استهلاك الخدمات الصحية والاجتماعية وتطوير مصالح العلاج والإعانات المقدمة لهم. بعض الحلول مثلا في المجال الصحي، وجب تكوين خبرات في ميدان طب الشيخوخة على المستوى الطبي والشفاء الطبي وأقسام مختصة في المستشفيات العمومية. أما في المجال الاجتماعي يجب التركيز على الدور الذي تلعبه الأسرة والعائلة بصفة خاصة في إعانة المسن والأخذ بيده كلما اقتضت الحاجة. يمكن القول أن تركيبة العائلة الحالية والمجتمع ككل تلعب دورا رئيسيا في توفير الظروف المادية والراحة النفسية للمسنين داخل أسرهم. هذا التلاحم العائلي يمكن أن يتلاشى، أو لنقل بدأ يتلاشى، نتيجة
بروز عدة أسباب من أهمها نقص الولادات، ارتفاع لمتوقع الحياة عند الولادة وما يتبعه من عدة أمراض مرتبطة بالتقدم في السن، النزوح إلى المدن الكبرى من طرف الشباب، الدراسة بالخارج، وخاصة النمط السريع للتطور الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي. وبالتالي وجب التفكير أكثر من أي وقت مضى في متطلبات المرحلة القادمة بكل جدية وحاس لتوفير الضمانات الصحية والاجتماعية والقانونية قصد العناية بكبار السن والإحاطة بهم وإعطائهم مكانة خاصة لدى المجموعة الوطنية والأخذ من تجاربهم. وبهذه الطريقة نضمن تماسك النسيج المجتمعي وتجذير عقلية التكافل الأسري والتضامن والترابط بين الأجيال ونبذ كل أشكال سوء المعاملة والإقصاء والتهميش لآبائنا وأمهاتنا المسنين. والآن في الأخير لنعد بشعار هذه السنة شركاء لحياة أفضل. هذا الشعار يعني ويهدف إلى إبراز أهمية إشراك وإدماج كبار السن في أخذ القرارات والمشاريع التي تخصهم، فكبار السن يعتبرون قوة حية في مجتمعنا، وكثير منهم له تجارب غنية في الحياة وكذلك عدة مؤهلات ومهارات، وخاصة رغبتهم الذاتية في المساهمة بتجاربهم للانتفاع بها. ومن البديهي أيضا اعتبار كبار السن مؤهلين دون غيرهم للتعبير عن حاجياتهم واقتراح الحلول المناسبة في جميع المجالات التي تهمهم. وفي الختام تحية محبة وتقدير واحترام لآبائنا وأمهاتنا المسنين، وكل عام وهم بخير وصحة وهناء، والسلام عليكم.